سلام عليكم. لا دوري ذهبي لليفربول، خلاص يبقى أرسنال هو النادي الوحيد المحقق للدوري الذهبي من دون أي هزيمة لموسم كامل من 38 مباراة موسم 2003-2004. ليفربول سقط أخيرا على يد داعس الكبار ويست هام يونايتد، وفي ديربي مدينة مانشستر الأزرق السماوي السيتي بكل رحمة ورأفة وود واحترام وتقدير خرج فقط بهدفين نظيفين في شباك الخصم التاريخي الشيطاني الأحمر مانشستر يونايتد. وفي ديربي الغضب الميلاني النيراتزوري انتر ميلان يسحب نقطتين من الروزينيري اي سي ميلان ويخرجان بتعادل ايجابي 1-1. وفي اسبانيا الملكي ريال مدريد يغرد بعيدا عن السرب فوز هادئ على رايو فايكانو 2-1، ويستفيد من تعثر اتلتيكو مدريد بالتعادل الايجابي الغريب 3-3 مع فالنسيا. ولكن صراع الصداره يشتد بانتصارات اشبيليا وريال سوسيداد. هتسالوني عن برشلونه؟ مسكين هذا الفريق والله، بعد بدايه مباراه تاريخيه ومن اجمل ما يكون لبرشلونه على سيلتا فيغو في الشوط الاول 3-0، وفجاه وقعت الصاعقة، انتهت المباراة 3-3. وبالمناسبة اليوفي فاز أخيرا، صحيح أنه فقط 1-0 على فيورنتينا، بس هو الرابح الأكبر من الجولة بتعثر نابولي وروما وقطبي ميلان. وفي ألمانيا لايبزيتش منح البايرن أكبر هدية في الحياة، جاهزين لحلقة صنفوها دوليا إنها مجرمة حرب، ظلموها والله. طفيت الضوء، حطيت الحلقة على التلفزيون، سلخت لايك ولا لسه؟ لا، إذا بدكش احكي لي من الآن. طيب جسمك اشترك معنا؟ لحظة، أنت مش عارف إيش في اليوم؟ اليوم الاثنين 8/11/2021. ما بتعرف انه نزلت لي حلقة من اجمل ما قدمت في عالم اليوتيوب؟ خذ الصاعقة الاولى، انا ضيف مش مقدم. ايش؟ اسمع الصاعقة الثانية، عز الدين كمان معي ضيف. اسمع الثالثة، تحدي معلوماتي رياضي كروي، مسابقة من اجمل ما يكون، خذ ضحك ومزح وفكاهة وعفوية ومعلومات كروية جبارة الى يوم القيامة. انا وعز يا جماعة تحدينا بعض، وفي مصيبة صارت في نهاية الحلقة، اضطريت اغير كل ملابسي. ايش؟ اغير كل ملابسي؟ قال يا جماعة عز الدين الضعيف جدا جاي يتحداني في ملعبي في عالم كرة القدم. طيب ليش هيك صار فيك في الحلقة؟ They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. الحلقة نزلت اليوم في برنامج تحدي الثلاثين، وهو برنامج رائع يقدم اللاعب الكويتي مساعد الفوزان، يقوم على عقد تحديات مع ضيفين على طاولة واحدة. عملنا لكم حلقتين مجنونات بمعنى الكلمة. لا اوعى تغلط، عندي 2.3 مليون بني آدم في ظهري، وإياكم تحطوا إيدكم في عش الدبابير. والله الشباب صحيح هم بنوا عقابك، ولكن هم طيبين، ما جابوا لك خصم عتيد في عالم كرة القدم، جابوا لك عز، وانت بتعرف مين عز. اقسم بالله العظيم، رب العرش العظيم، وردوها علي ان استطعتم يا فريق العمل وكل من هو خلف الكاميرا، لا اعلم اي شيء عن تحديات اليوم. والله جئت ولم اسال عن محاور ولا عن اسئله ولا عن اي شيء، وقبلت التحدي وهذا. تواصل مع مساعد ومع خالد ومع باقي الشباب جميعا، فعلم كل شيء يخططوا له في هذه الحلقه. وانا جئت وقبلت والله. قبلت ورب الكعبه. فاذا خسرت ارفع ايدي واقول يا جماعه انا خسرت. ولكنها مكيدة. اوعى تفوتك الحلقة الأولى نزلت اليوم بسرعة، بعد حلقتنا هي بتنطلق لقناة مساعد الفوزان وبتشوف حلقة تحدي الثلاثين. رابط الحلقة بتلاقيها هون في الوصف تحت وفي أول تعليق مثبت تحت كمان، تمام؟ واشتركوا في قناتهم يا جماعة حتى لا تفوتكم الحلقة الثانية الجزء الثاني في الأسبوع الجاي. انطلقنا. ليش بيب جوارديولا مهمش رياض محرز؟ طيب ليش يا محمد ما بتتكلم عن رياض محرز وبتنصفه؟ سؤالين بيجون كتير على الخاص في حساباتي الشخصية. شوفوا هنحكي كلام مهم ونسكر الموضوع تماما. اولا انا اكثر يوتيوبر ينصف رياض لما يبدع، خاصة اني من عشاق اسلوب وستايل رياض في الملعب، يمكن لانه زيي بيلعب بالقدم اليسرى، وانا لما العب بحب الفنيات المهارية كثير واجد ذلك في رياض. ودليل حرصي على رياض ارجعوا شوفوا حلقة كلاش رياض محرز ومحمد صلاح اللي قدمتها مع قنوات بي ان قبل عامين، لن تجدوا افضل منها في تقديم كل لاعب وتفصيل له بأدق التفاصيل. هذا جواب السؤال الثاني. أما جواب السؤال الأول، ليش بيب جوارديولا مهمش رياض محرز؟ والجواب غلط، غير صحيح هذا الكلام. رياض ارتضى لنفسه أن يلعب في السيتي تحت إمرة المدرب بيب جوارديولا، طالما قبلت ذلك فبدك تتحمل النتيجة. بيب جوارديولا مدرب مختلف عن أي مدرب في عالم كرة القدم، عنده أفكار سباقة، يبدع كثيرا ويتفلسف أحيانا. جوارديولا عنده قاعدتين ذهبيات في خط الهجوم احفظوهم، لا يلعب برأس حربة هذا واحد، ولا يوجد لاعب أساسي في خط الهجوم هذا اثنين، ولا لاعب ضامن مكانه في خط المقدمة. عنده 7 مهاجمين، كل مباراة راح يختار 3، والثلاث لاعبين اللي بيختارهم بدهم يكونوا مستعدين لتنفيذ كل الأدوار الهجومية المطلوبة منهم، سواء اللاعب
لاعب كجناح او مهاجم ثاني او راس حربة، بدك تتقن كل الادوار وبدك تنتظر دورك ليجي. رسميا ما في ولا مهاجم في السيتي ضامن مكانه الاساسي، هذا هو بيب جوارديولا وهذه فلسفته. غير مثلا يورجن كلوب اللي عنده صلاح وماني اساسيين ولا يمسوا، والمناوبه في خط المقدمه بين فيرمينو وجوتا. هذا كلوب هو هيك، عنده اثنين اساسيين في الامام. انشيلوتي في الريال مثلا بنزيما وفينيسيوس جونيور اساسيين ولا يمسوا، الثالث مش ثابت، مرات رودريجو مرات هازارد مرات بيل، يعني اي حد. فهمنا الفكره؟ اذا مش تهمش لرياض ارجوكم، ما بدنا نرجع نسمع هاي الكلمه، خاصه انه رياض كل ما يطلبه بيب يؤدي ويبدع. اصلا بالنسبه لبيب جوارديولا سجلوها عندكم هاي معلومه قويه يمكن البعض مش منتبه لها، فقط 5 لاعبين في السيتي ضامنين مكانهم الاساسي، فقط 5، وست مراكز اخرى مش ثابته وتتغير حسب شو بشوف بيب جوارديولا. المراكز الخمسه واصحابها هم إيديرسون حارس المرمى، كايل ووكر الظهير الايمن، روبن دياش قلب الدفاع، رودري لاعب ارتكاز الوسط، وكيفن دي بروين صانع الالعاب مركز 10. ولا واحد غيرهم مكانه مضمون 100%، حتى الرائعين غوندوغان وبرناردو سيلفا مش ضامنين مكانهم. فهمتوها؟ طيب، السيتي ذبح اليونايتد في الاولد ترافورد 2-0 بالرحمه والعطف كما اتفقنا. السيتي كان وحش كاسر في المباراه، يا الله ما اقوى هالفريق، بشر نفس لاعبي اليونايتد تماما، 11 لاعب ضد 11 لاعب، بس سبحانك يا الله كيف الفرق مهول، فرق السماء والارض، الثرى والثريا. والسبب فرق المدربين. انا دائما بقول المدرب القوي تظهر لمسته في الملعب بوضوح، تنعكس مباشره على اداء لاعبيه في الملعب، وهذا هو بيب جوارديولا حتى لما يخسر. اما اليونايتد فربنا عز وجل يكون بعون مشجعي، الفريق مش خسره بس يا جماعه، الفريق ظهر بشكل مؤذي للعين البشريه. اليونايتد عاجز عن الخروج بالكره من مناطقه، شعرت في لحظه انه السيتي يلعب مع اضعف فريق في الدوري الانجليزي الممتاز. السيتي مارس ضغط عالي مخيف على مدافعي اليونايتد، خنقهم اربكهم قتل حيلتهم، هذا الامر تسبب بمهالك وكوارث دفاعيه شفنا منها الهدف الاول والثاني، هدفين غريبين مضحكين بشكل عجيب، امر لا يليق باليونايتد والله. ومدرب على الدكه اسمه اولي جونار سولشاير لا يحرك ساكنا ولا يجد حلا. السيتي تلاعب باليونايتد، ولكن كلمه حق، اليونايتد يمتلك حارس مرمى عملاق، والله ديخيا اسد، رجل وحيد يواجه جيش ازرق، تصدى بشكل اعجازي لكميه اهداف محققه لا توصف، تعملق وتجبر في المباراه، والهدفين مسكين لا يسال عنهم. والله استغرب كيف لويس انريكي مدرب المنتخب الاسباني معتمد على يوناي سيمون كحارس اساسي ومهمش ديخيا على الدكه. ديخيا مظلوم تماما بما يحصل في اليونايتد، انتوا بس تخيلوا معي اليونايتد بدون ديخيا، اذا مع ديخيا والفريق بيخسر والرجل مش مقصر، من دون ديخيا النتائج ستكون كارثيه ولا اشك في ذلك ولا قيد انمله. طيب كريستيانو رونالدو، تخيل انه رونالدو يقدم ارقام رائعه ويسجل ويبدع وهو يلعب تحت قياده سولشاير وفريق يعاني الامرين. طيب تخيل لو اليونايتد في صحه وعافيه ومع مدرب من الصفوه، كيف سيكون مستوى الدون؟ اعطيك بالدليل انه رونالدو يتجبر كل ما تجبر فريقه. في المنتخب البرتغالي ما تتفرع عن الدون، بعد سن الثلاثين طغى وفجر. ليش؟ لانه الفريق بات من اقوى منتخبات العالم وتوج بطلا لليورو، مع اقوى نسخه للبرتغال شفنا اقوى نسخه دوليه لكريستيانو رونالدو، ارقامه واهدافه باتت الضعف. طيب مع ريال مدريد زيدان والثلاثيه، انفجر الدون مع انفجارات الفريق اللي بيلعب معه، فتخيلوا رونالدو اللي بيبدع الان ولا يقصر مع فريق يعاني للاسف، كيف لو انكشفت الغمه وزال السبب؟ تخيلتوا معي؟ وعلى فكره اخر الاخبار بتقول انه رونالدو مزعوج جدا من وضع الفريق. اما ليفربول فسقط اخيرا، ومن مين؟ ديفيد مويز واشباله الرائعين. ويست هام يونايتد يقضي على ليفربول في الملعب الاولمبي 3-2. ويست هام يونايتد عامل موسم خرافي واستكمال لما بدأوا الموسم الماضي، حتى الان ويست هام في هذا الموسم اخرج قطبي مدينه مانشستر من كاس الرابطه الانجليزيه ووصل لدور ربع النهائي، قتل ليفربول والحق به اول هزيمه في الموسم، ذبح الكبار توتنهام وايفرتون وليستر سيتي في الدوري، حاصل على المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز عن جداره واستحقاق، ومتصدر ترتيب مجموعته في الدوري الاوروبي. عنفوان ما يقدمه مويز مع ويست هام. ويست هام خلانا نشوف دفاع ليفربول من ابسط ما خلق ربي في عالم الدفاع، كل هجمه خطيره على مرمى ليفربول، سهوله وصول رهيبه لمرمى اليسون بيكر. ويست هام كشف عيوب ليفربول الدفاعيه وخلق فجوه كبيره بين خط الوسط وخط الدفاع، ومشكله ليفربول انه بيلعب دفاع متقدم، وهذا هو العشق بالنسبه لمويز ليمارس الاعيبه عليهم باوامر مويز. فتكتيكيا كان المطلوب فقط التفوق على فابينو في خط الوسط، ومن ثم خذ حرب سرعات وانفرادات وضرب عمق ليفربول. غريب جدا كيف تفوق مويز على كلوب في هاي الجزئيه، ضل يضربه في عمق خط دفاعه سواء بمهارات فرديه وترقيص للاعبيه او تمريرات بينيه خانقه تكشف كل خط الدفاع لليفربول. وكم مره كلمتكم عن ويست هام وحبهم للركلات الركنيه، فريق تقيل دم في تنفيذها، كلهم ضاربين رؤوس، قتلونا في توتنهام وقتلوا ايفرتون وقتلوا ليفربول بالركنيه، مستفزين على الاخر. بس لحظه، شفتوا هذا ديفيد مويز؟ هو اول مدرب درب اليونايتد بعد الحقبه الذهبيه مع السير اليكس فيرغسون، وهو اول من رشح فيرغسون ليخلف مكانه في مانشستر يونايتد. نعم فشل في اليونايتد، بس بتعرفوا انه ريو فيرديناند اسطوره اليونايتد والمحلل الحالي لشبكه سكاي سبورتس، المدافع الاغلى في العالم يوما ما شو حكى قبل فتره؟ قال لقد قدت ثوره بين
بين اللاعبين لإسقاط ديفيد مويز ونجحت بذلك. شوف الآن مويز مع ويست هام ماخذ كل الثقة والنتائج تتكلم. وعلى سيرة الانقلاب والثورات، ففي كلام خرج بالأمس من الديلي ميل البريطانية إنه بدأ انقلاب من اللاعبين في مانشستر يونايتد على مدربهم أولي غونار سولشاير. العهدة على الراوي مش على محمد عدنان. بالنسبة لليفربول فهي المباراة، فأنا استغربت تأخر كلوب في قراءة المباراة. نعم هو يعتمد بشكل كبير على أرنولد في إيقاظ الجبهة اليمنى للفريق، والولد مبدع ربنا الله، سجل هدف وصنع هدف، مش مكفي اللي عمله في الأبطال ضد أتلتيكو قبل 4 أيام. بس المصيبة إنه واضح جدا إنه ويست هام بيلعب على جهة أرنولد المكشوفه. بن رحمه وانطونيو هلكوا ارنولد بانطلاقتهم من جهته. الجهه اليسرى لليفربول معطله للاسف، روبرتسون يمر بمرحله انخفاض مستوى رهيب، ساديو ماني يضيع كثيرا، والغريب فعلا هو تراجع محمد صلاح للمباراه الثالثه على التوالي لا يقدم شيء. اسمحوا لنا نعتب زي ما بنحب، نمدح ونثني. نعم صلاح متراجع شوي بس هذا طبيعي، ما في لاعب بضل في البيك طول الوقت، شو الدعوه يا ناس. طبعا تشيلسي ضيع نفسه فرصه لا تتعوض للابتعاد بالصداره بفارق 5 نقاط عن السيتي، خاصه بعد هديه ويست هام الرائعه باسقاط ليفربول من الوصافه للمركز الرابع. ضيعها تشيلسي بتعادله المخيب مع بيرنلي 1-1 ليحافظ على صدارة الدوري، نعم، ولكن بفارق 3 نقاط عن السيتي الثاني وويست هام الثالث. طيب في إيطاليا ديربي الغضب انتهى بالتصالح 1-1. الإنتر كان الأفضل عموما، ولكنه نجا من جبروت ثورة الميلان في آخر 15 دقيقة. كان ممكن جدا تنقلب المباراة للميلان بلمح البصر. كنت على يقين إنه الميلان لن يفوز في هاي المباراة، وصرحت بذلك في حساباتي الشخصية قبل 2 ساعة من المباراة. بصراحة توقعت حتى فوز الإنتر، بس قطعا كنت على يقين انه ميلان لن يفوز. نعم ميلان ما فاز، بس احقاقا للحق كان ممكن جدا يخرج فائز في النهاية. بيولي يقدم عمل كبير في الميلان، الرجل اكد لنا جميعا انه ما يحصل معه هو ليس نتاج الصدفة او هبوط مستوى المنافسين. الرجل باقل سكواد قوة بين الكبار يقدم مباريات ويتصدر الترتيب الى جانب نابولي سباليتي، يتعادل مع اليوفي والانتر ويتفوق على روما واتلانتا ولاتسيو. معقول مدرب يقدم كل هذا لا يجد كل الدعم من مشجعي الميلان؟ عن جد ممكن حدا ينتقده؟ سمعت ان البعض ساخط على بيولي، انت نسيت انه بيولي رجعك للأضواء بعد سنوات عجاف؟ بسكواد لاعبين هو الأقل بين منافسيه الرجل لا يخسر في الدوري. مع كل ما سبق من مديح لازم نحكي شوي فنيا إنه بيولي أخطأ تكتيكيا في بعض الأمور في المباراة ثم عدلها. بيولي أخطأ في المباراة بإشراك إبراهيم دياز كجناح أيمن وعدلها في المباراة بإقحام سيل ميكرز، وأخطأ كذلك بإقحام كرونيتش كلاعب وسط ثالث. مهمته تقتصر فقط على تحجيم دور بروزوفيتش في الإنتر. نعم نجح في ذلك كرونيتش، بس خسرت مركزه للاعب صانع ألعاب كان ممكن يصنع فارق. بالنسبة للإنتر يمكن الحسرة مضاعفة، كان ممكن يحسم كل شيء في الشوط الأول ويفوز ويقترب من ركب الصدارة. حتى هدف الميلان كان عكس مجرى اللعب وجاء بالخطأ برأس مدافع الانتر ديفرين، ومن بعدها تحصل الانتر على ركلة جزاء وضيعها لوتارو مارتينيز في الدقيقة 27. الانتر اكتسح عرض طول وكل فرص التهديف المحققة كانت إلهم وأهدروها. الأداء العام للانتر مطمئن إنه ممكن يرجع في المنافسة، بس لازم يفوز في الجولة الجاية على نابولي، هتكون ضربة معلم لو حصلت. ولكن لو خسر الانتر فراح يتوسع الفارق مع نابولي ل10 نقاط، وقتها ممكن نقول للدوري باي باي. تعادل الفريقين مع بعض راح يفيد جدا الميلان اللي لازم يفوز على فيورنتينا في نفس الجولة فيتصدر جدول الترتيب. الجولة الجاية في الدوري الإيطالي راح تكون رائعة ومولعة فلا تفوتكم. روما خسر من فينيزيا 3-2، وهيك بيكون روما في آخر 7 مباريات مع مورينيو 4 هزائم وتعادلين وفوز 1 فقط. مورينيو كان يوما ما أفضل مدرب في العالم، ومن ينكر ذلك فهو جاحد حاقد. أما الآن فالرجل تأخر كثيرا عن باقي مدربي الصفوة. كنت على يقين بأنه لن يحقق متطلبات روما، فلا هو المدرب المثالي لهم ولا روما يمتلك سكواد لاعبين قادر على المنافسة. قلت هذا الكلام مع انطلاق الموسم وزعلوا مني جماهير الرومانيستا، الآن أغلبهم يوافقني الرأي. يوفي عودة حميدة بفوز مهم على فيورنتينا اللي فوقك في الترتيب بمركز 1. المشكلة إنه في توقف دولي الآن، سيقطع هذا الإبداع اللي بدأ في دوري الأبطال وانتهى في الدوري بإسقاط فيورنتينا. بالعادة الفرق الكبيرة تتأثر بعد التوقف الدولي لأنه لاعبينها بيمثلوا منتخباتهم الوطنية، فبيرجعوا لأنديتهم مستنزفي الطاقة. طيب أخبار سريعة، في كلام إنه ممكن أغويرو يعتزل كرة القدم بعد مشكلة الاضطرابات الأخيرة في القلب. أتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود للملاعب ولا تتعدى كونها مجرد إشاعات. في برشلونة للأسف إصابة ديمبلي وفاتي وأغويرو في أمس وقت الفريق محتاجهم فيه. وصل تشافي للفريق وسيبدأ مع الفريق أول حصة تدريبية بكرة الثلاثاء بدون اللاعبين الدوليين. الآن وقت البناء الصح لمنظومة فريق سليم، فكان الأمر يتطلب تواجد الجميع حتى يحسن تشافي الاختيار. من سوء حظ تشافي إنه فريق كامل من لاعبي برشلونة لن يكونوا متاحين له مع انطلاقة فترته معهم. محزن جدا السيناريو اللي حصل في آخر لقاء أمام سيلتا فيغو. 34 دقيقة تكون متقدم 3-0، ثم يعود الخصم ويدك شباكك ب3 أهداف فتنتهي 3-3. صعبة جدا على نفسية المشجعين وطعمها مر جدا مثل العلقة. قلنا دفاع برشلونة سيء للغاية، وحتى شتيغن اللي أبدع في الأبطال خربها في الدوري. وقلت مرارا وتكرارا إنه تشافي مدرب هجومي خارق، ولكنه دفاعيا أقل من عادي، وهذا ما تشهد به أرقامه مع نادي السد القطري. في 95 مباراة على رأس الكادر الفني لنادي السد، الفريق استقبل 116 هدف، أي بمعدل 1.3 هدف في كل مباراة، وهذا رقم خطير جدا ويدعو
يدعو للخوف. حتقولي نادي السد مش مقياس يا محمد، هقول لك غلطان. التكتيكات واحدة لا تتغير، بس إحقاقا للحق أرقامه الهجومية مرعبة. 263 هدف في 95 مباراة بمعدل 2.7 هدف في كل مباراة. الشاهد في الموضوع إنه مشكلة تشافي في تكوين منظومة دفاعية صلبة، ومشكلة برشلونة أصلا في دفاعه الهش. أما ريال مدريد فأموره في السليم، لقب الدوري يطبخ على نار هادئة، بنزيما يسجل مرة أخرى ويصل للمساهمة بالهدف رقم 22 في 15 مباراة، سجل 14 هدف وصنع 8 ليكون أكثر من سجل في الدوري الإسباني، وأكثر من ساهم بأهداف في الدوري الإسباني ما بين تسجيل وصناعة، وأكثر من ساهم بأهداف في الدوريات الخمس الكبرى. ديفيد ألابا يقنع جماهير الملكي يوما بعد آخر، وتوني كروس كان نجم اللقاء الأول، قدم أفضل مباراة له هذا الموسم. فينيسيوس جونيور كان ممكن يسجل هدف الموسم في مرمى رايو فايكانو. في أخبار بتقول إنه الريال طفح الكيل بينه وبين هازارد وكثرة إصاباته، وإنهم قاعدين حاليا بيعرضوه لفرق كبيرة والكل يرفض. هي فضيحة. وهي الأندية هي البايرن وباريس ونيوكاسل ومؤخرا مانشستر يونايتد. وعلى فكرة أتلتيكو مدريد ذاق من نفس الكأس اللي بيشرب منه المنافسين، التسجيل في الوقت بدل الضائع. الأتلتيكو كان متقدم على فالنسيا 3-1 للدقيقة 92، ثم فجأة شرب هدفين في الدقيقتين 92 و96 وخرج بتعادل صادم 3-3. أما في ألمانيا فلايبزيتش منح البايرن أكبر هدية في الحياة بفوزه على دورتموند 2-1. سقط دورتموند وفاز البايرن على فرايبورغ 2-1، فانفرد البايرن بالصدارة بفارق 4 نقاط عن دورتموند. على السريع نجوم الجولة الأربعة هم من دون منازع دي خيا أفضل حارس مرمى، أفضل مدافع جاءت بالتساوي ما بين الثلاثي جوردي ألبا وترينت ألكسندر أرنولد وجواو كانسيلو. كانسيلو قدم مباراة عالمية أمام اليونايتد وتسبب بالهدف الأول وهدد مرمى اليونايتد كثيرا. ألبا صنع هدفين لبرشلونة أمام سيلتا فيغو، وأرنولد سجل هدف وصنع آخر أمام ويست هام. أفضل لاعب وسط كانت من نصيب توني كروس من دون منازع، وأفضل مهاجم احترت فيها ما بين كيليان امبابي ونيمار. امبابي سجل هدف وصنع هدفين لنيمار أمام بوردو، ولكن رسميا راح جائزة أفضل مهاجم لموهبة ريال مدريد اللي حاطت الرحال في فالنسيا. هوغو دورو البديل اللي نزل في دقيقة 84 أمام أتلتيكو مدريد فسجل الهدفين الثاني والثالث. أما أفضل مدرب فكانت من نصيب ديفيد مويز مدرب ويست هام من دون منازع. هدول هم الأفضل لهي الجولة. أنتوا شو رأيكم؟ حكولي في خانة التعليقات، اكتبوا تعليقاتكم، ولكم مني اللايك والقلب والدردشة معكم. الآن انطلقوا وشاهدوا حلقة التحدي بيني وبين عز، تحدي 30. رابط القناة بتلاقوه في الوصف هون تحت ومثبت كمان في أول تعليق، واشتركوا في قناتهم حتى لا تفوتكم حلقتنا الأسبوع الجاي. لايك للحلقة فحرام عرفا إنها ما تضرب 300 ألف لايك. تابعني في حساباتي الشخصية، شوفوا الحلقات السابقة. أراكم على خير يا أصدقائي، سلام عليكم.